واذا كنت بتكلم على تواصلي مع الناس ليا عتاب بسيط في موضوع صفحتنا الموعظه الحسنه مع اسلام النووي. وحبيت اقوله على الهوا لان في كام اكونت كده انا عارف ان هم مضروبين وعارف اصحابهم يقصدوا ايه، بيدخلوا يفسدوا جو الصفحه. فانا حبيت اقول على الهوا ان انا خدت اجراء قانوني مش اكتر، لان مش هينفع ارد على حد ومش هي... فانا خدت اجراء قانوني، وده ديننا علمنا ده، ان احنا لا ننزل الى مستنقع وانما نصعد بالناس الى